الخط العربي أو الإسلامي هدف إلى تجميل الحرف العربي لتسهيل انتشاره وقراءته، ولكنه مع الوقت تحول إلى فن قائم بحد ذاته. هذا إضافة إلى أعمال فنية لفنانات عربيات منعت من العرض في بلدانها الأصلية، وأثار في ليبيا تم طمسها وتهميشها. في حلقة أفاق لهذا الأسبوع، ولكن نبدأ مع الخط العربي. علي عمر رميس مفكر وفنان تشكيلي ليبي، ربط بين الخط العربي والفن التشكيلي. علي، أهلاً وسهلاً. أهلاً بك. ما هي هذه اللوحة؟ هذه المعلقة الرابعة، معلقة طرفة ابن الحرب من المعلقات السبع. الكتابة اللي فيها عبارة عن رمزية للشعر العربي. اختيارها أن احنا نريد أن نبين قيمة اللغة من خلال رمزية الكتابة والشعر. كمثال، احنا عندنا مثلا، لو أن احنا قرينا وقلنا: وإن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد، رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذا الطارق المتمدد. إلى أي حد يعتبر فن الخط هو فن قائم بحد ذاته، وما هي أهمية هذا الفن؟ أهميته هو أنه يصنع قواعد جمالية لأسلوب الفهم، لفهم اللغة اللي ينتج عنها فهم مقاصد الكتابة. والناس عندما يتحدثون أو ما يكتبون يحملون أفكار وفلسفة وآراء مهمة جدا، وهذه الأفكار والفلسفة والآراء عندما تكتب بخط واضح جميل تكون سهل أن تنقل من زمن إلى زمن ومن قارئ إلى قارئ، وبذلك تأثيرها يكون أجود وأوسع. وهنا تأتي في صفاء الفكرة، صفاء الفكرة، تدعين على صفاء الفكرة. يعني دورك كفنان تشكيلي، رغم أنك لا تحب أن يطلق عليك اسم الفنان، ولكن يعني مزجت ما بين الخط والفن التشكيلي. كيف تشرح لنا هذا الارتباط بين الخط والفن التشكيلي؟ أنا أرى أن الكتابة العربية من أعظم المخترعات الإنسانية في التاريخ. هذه نقطة أساسية مهمة جدا، وهي الأداة التي توصل المعرفة من أبعاد التاريخ القديمة، من أيام العرب القدامى، وكل ما نشأ عن ذلك من ثقافة عالمية راسخة كبيرة جدا في كل الفنون وفي كل العلوم. في كل شيء نعرفه احنا موجود في التاريخ القديم أغلب كتب بالكتابة العربية. صار هذه اللغة العظيمة الكبيرة اللي تكنز كل هذه العلوم، لا شك أنها تستاهل، تستحق أن يكون لها ميزان كتابي واضح جميل يتطور معها تطور الزمن. من الأشياء الملاحظة الآن أن هذا التطور في اسمها في المئات في 200 سنة الأخيرات تعثر قليلاً، بتعثر العرب زي ما تعرف أن الأمة العربية متعثرة في قضايا متعددة أخرى، وبذلك ما فيش استثمار كبير جدا لتطوير الخط. يعني هذا بالنسبة لأهمية الخط العربي، ولكن كذلك كان لابد من لهذه الأهمية من الانتشار، وقد ساهمت رقعة الدولة الإسلامية في الماضي إلى انتشار هذا الخط أو هذا الفن وطريقة التعبير عن الخط العربي بوصولها إلى شمال أفريقيا، حيث أخذت من ميزات المنطقة هناك وعرف الخط بالخط المغربي. فلنشاهد من تونس ما هو الخط المغربي العربي وما هي أهميته.
الخطاطين في تاريخ تونس مع الأسف ما عندناش خطاطين معروفين برشا كما في الشرق في قيمة ابن مقلة ولا ابن البواب ولا كذلك الخطاطين الفرس ولا الأتراك. الخط العربي في تونس ما كانتش عنده نفس الإشعاع كما في الشرق. الخطاطين قلة مقارنة ببقية الفنانين التشكيليين. نعطيك تقريبا عدد الفنانين التشكيليين في تونس يتجاوز 700 فنان تشكيلي، فيهم تقريبا 10 فقط يشتغلوا على الخط العربي، وفما تقريبا 20 خطاط، لأنه فما الخطاطين متخصصين في الخط وفما الفنانين التشكيليين اللي يشتغلوا على الخط. يهبط على الحجر يذوب اللي رجليهم حفايا واللي تعبوا من مكتوب. نحلف بمين البحارة الشمس والريح والسحاب. أنا تجربتي في الخط ليست ككل التجارب، إذ أني أحاول أن أرسم الخط أو أرسم الأفكار، وهناك مزيج أو مزج بين الخط العربي والعناصر التشكيلية الأخرى كالتجريدي أو الرسم بصفة عامة. معنا في مجال الخط العربي أعتقد أنه لا بد من المرور بالمرحلة الأكاديمية اللي هي مهمة برشا، ونعتبر أنه عشاق الخط لا بد أنه يمروا بهالمدرسة هذه، لأنه هي فيها قواعد مهمة برشا في الخط. بالنسبة لتجربتي أنا مختلفة نوعا ما على لأني أرسم الخط. طريقة تدريس الخط في تونس ناقصة برشا، يجب إعادة النظر فيها. لكن فما كذلك في تونس العاصمة مثلا فما مركز وطني لفنون الخط، اللي أنا شخصيا بعد ما أتممت دراسي في المعهد العالي للفنون الجميلة ما كانتش عندي شغف معناتها خاص بالخط العربي، لكن بعد ما كملت الدراسة جاها الشغف هذايا، فالتحقت بمعهد الوطني للفنون الخط ودرست الخط المغربي اللي نشتغل عليه توا، اللي هو ما درسوهناش في معهد الفنون الجميلة. لهنا المفارقة، هو الخط المغربي هو أقرب خطوط لنا كتوانسة، لكن ما درسوهناش ما درسناش في معهد الفنون الجميله. بالنسبه لي ما فهمش موهبه في الخط، فما عبد اذا كان هو شغوف اذا كان يحب الخط العربي ينجم في ظرف عام ولا 3 سنين ولا 10 سنين يوصل نوع من النضج التشكيلي في كتابه الخط، ماهوش مشكل. المشكل هو السفر في حد ذاته، مش النتيجه معناها، وهو يبحث وهو ماشي انه ما فيش نهاية. الإنسان يبقى حياته كلها يبحث في ميدان الخط ولا في الفنون كلها. أهم حاجة وماهوش هو النتيجة، لا، هو السفر في حد ذاته. لا لا من صعبك عليا نكتب اسمك بالدم في ديا ونرجع لك ديما 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 ما مزرعولي الشوق. طبعنا أن شاهدنا يعني الخط المغربي أو في تونس تحديدا، هل يمكن أن تشرح لي الفرق في الخط العربي أو الإسلامي بين بلد وآخر؟ الخط العربي زي ما حدثتك، الخط العربي نظرا لأنه تم اختراعه في بكورة العصر العباسي عن طريق محمد بن مخلة، ثم بعد ذلك ابن البواب والمستعصم وغيره، هذول الأساتذة الكبار للخط العربي، وكونوا منهجية معروفة في التاريخ وأصبحت لها الآن كتب ودراسات كبيرة جدا. لكن بعدين نظرا لاتساع رقعة الحضارة الإسلامية وانتقال العرب والمسلمين في مناطق متعددة من الدنيا، نقول مثلا مشوا للأندلس، فأصبح المنطقة المغرب العربي اللي هي تبتدي جزئية من ليبيا ثم أساسا من تونس والجزائر والمغرب والأندلس، أصبح عندهم طريقة تانية في التعبير الشكلي في الكتابة. هذا الخط وما يحمله من جمال ورسالة وفن
يعني معرض للاندثار أو الانقراض، ولكن هناك محاولات عديدة للحفاظ عليه، وفي لبنان هناك مسعى حقيقي للحفاظ على تراث فن التخطيط أو فن الخط العربي. أنا تلميذ الشيخ نسيب مكارم. الشيخ نسيب مكارم كان إمام الخط العربي في عصره، وإمام اللي كتب المنمنمات أحبوب الرز على غيره. يعني هو كان الأول بلبنان بالعرب، ما كان في إنسان بيكتب مثل ما كتب هو على حبوب الرز. وأنا تعلمت قواعد الخط العربي عنده، هذه شهادة مش فاضي الغيرة لأنه راحت بأيام الحرب، شهادة كبيرة عندي صورة عنها. الخطوط سبعة عندنا، الكوفي هو أول خطوط العربية، أول قرآن كتب بعهد الرسول وبعد منه هو بالخط الكوفي. الخط الكوفي بهذيك الأيام كان خط جالس يعني على الزاوية والبكار وشي من هالنوع، بس اليوم صار فيه تفنن. مثلا عملت صورة الكمان هايدي بالخط الكوفي، هذا خط الثلث، اليوم هو أهم أصعب أنواع الخطوط، كل قواعد السبع خطوط موجودة فيه، هذا الخط الأساسي. لوحة مهمة كتير، هذه موجودة بوزارة الثقافة بغرفة الوزير، اللوحة سميتها جامعة الخطوط العربية لأنه فيها كل أنواع الخطوط العربية. نبلش بخط الثلث، كل حال إلى زوال، مكرر أربع مرات، ويبقى وجه الله الكريم وحده، بخط الكوفي هون عالداير. نحن خطنا العربي اللي عم نستعمله اليوم، نكتب فيه اليوم، فينا نسميه الخط أو الاسم الحقيقي له هو الخط الإسلامي، لأن ما كانش موجود قبل الإسلام. حتى الأبجدية العربية اللي عم نستعملها اليوم، ألف باء تاء تاء إلى آخره للياء، هي أبجدية إسلامية، ما كانت موجودة قبل. كان قبل منها موجود عندنا حروف سبائية وحميرية بجنوب الجزيرة العربية في اليمن، انقرضت وما عادوا يستعملوها، صاروا جدودنا قبل الإسلام مباشرة يستعملوا الخط السرياني. تنتقل ثقافة الحضارات المختلفة بوسائل متعددة، ولكن تبقى الأثارات هي الشاهدة الأصدق على عصرها. إلا أن الأثارات الأمازيغية في ليبيا شهدت حربا من الطمس والتهميش. مزيغ نشن الله سناطي دا سجتشا أن نجن نشن الله متزيري دا المسنجناء ليبيا ليبيا دنافوسا دنيتة نغط مورا درنياس لواتا دزناتا دهوارا دزواغا مزيغ نشن الله سناطي دا سجتشا سادرار المزيغ ننفوس أزو المقر نكاكوس سادرار المزيغ ننفوس أزو المقر نكاكوس دشيشان قدد حنا بعل كاباون دد سبتيموس دطارق ديد استشفين ديو غرطة تمرت يلا إمازيغ نشن الله سناطي دا سجتشا جرمد سرتد نومي ديا
تامز غاد قرطاجا دام راو يريد يملا تاغرمان السوتلا سلم موريدي غسرا مال مازيغ بابا إمازيغ نشنلا سناتي دا سجيتشا. معروفة يعني عند الأمازيغ هما يعني يحفروا في الجبال باش يعملوا بيوت. بعد ما سكنوا كانوا بحكم انهم طوار ضد الاستعمار الايطالي، الايطاليين طلعوهم من المكان وعملوه مستشفى عالجوا فيه. كان فيه وباء مسيطر على المنطقة، وباء الجدري، عالجوا فيه الوباء هذا. إرجين تفوشيت أو ما يطلق عليه بغار تفوشيت ليه دور في ثورة 17 فبراير، يعني استعملناه الثوار كاستراحة لهم في فترات صار في انقطاع في التيار الكهربائي، ما فيش تكييف ما فيش حاجة زي هيك، يعني هو بحكم أن المكان تحت الأرض بارد شوي استعملناه كمكان استراحة، يعني أنت نجوم من الجبهة نتريحوا هنا في المكان هذا. وصلوا في فترة وصلوا فيها لي 50، يعني قسمناهم على حجر كل على حجرات، كل حجرة فيها ما يقارب عن 6-7. هو يعني الغار بحد ذاته في وسطه 13 حجره. عندما خطب القذافي في الجنوب الليبي قال بان الامازيغ انقرضوا في ليبيا وما فيش امازيغ اصلا، فبالطبع انا رديت بالقصيده بينت فيها تاريخ ليبيا وشن فيها ليبيا اصلا والقبائل اللي موجود فيها وحتى احنا شنو وضعنا في ليبيا وشن نتمنوا لليبيا. عني غا مقمور النوم، عني غا في البدء كانت بغداد، هكذا يرى غني العاني دور مدينته في الخط العربي والإسلامي. غني العاني هو أحد الفائزين بجائزة اليونسكو للثقافة العربية اعترافا بفن الخط كفن قائم بحد ذاته. أدرست بغداد أنها وارثة لعصور سابقة، وارثة سومر وبابل وكلها مدارس بنيت وبنت الواقع فن الخط والكتابة. كتابة المسمارية هي التي عطت الكتابات اللي موجودة في كل الشرق والآن تغزو الغرب حتى، يعني مثلا نقول الكوفي، ولكنه الكوفي لم يتطور إلا في بغداد. بغداد 7 قرون كانت عاصمة الثقافة بالضبط، شلون الآن الناس يأتوا يدرسوا في باريس أو في أوروبا كان يتعنوا يدرسوا في بغداد. 3 من أعمدة مدرسة بغداد كانوا من كبار الشعراء اللي يشار إلهم بالبنان، فشبهوا الحروفية الذي كتبوها بصور الإنسان. الخط العربي اليوم خصوصا في أوروبا نال رضا وإعجاب، حتى منظمة عالمية اللي هي مثال عالمية الثقافة هي اليونسكو، الذي أنا أتشرف وأفتخر بالنسبة لبلدي بغداد بلدي الأصلي أن يعترف في الخط العربي كما لو كان مصدر من مصادر الخلق الفني، كل من ضمنها ما مسار المأخذ اللي أخذته من بغداد ونقلت إلى العالم بصورة عامة. فلأول مرة اليونسكو من أعطوني هذه الجائزة قلت من بعد سنين بغداد تسترجع مكانتها في هذا الفن، ولأنها بنيت على أنها مدرسة، يعني من أسماء بغداد الزوراء، والزوراء يعني المدور، فهي الخالقة الخط المدور، واسمها كما لو كان اشتق من تزوير أو الشكل المزور بالضبط على حركة الشمس. لما وصلت على باريس سنة 67 ما كان يعن في بالي أنه الخط سيعالج في هذه البلاد التي لا تتكلم اللغة العربية، فكنت أتساءل كيف أن لي أن أعمل معرض
نصوص عربية، إلا أن الحظ خدمني أني وقعت على ناس عندهم تلك الشاعرية والجمالية، هم نفس الأوروبيين اللي استولدوا خلاقين من أمثال بوليكلي وغيره، كذلك كان يحبوا معطيات الشرق، كانديسكي وغيره كلهم، كما لو كان الخط جمعهم، لأن الخط من أسمائه هو ربط علاقات، كما لو كان الخط والخيط يربط تلك العلاقات ما بين الناس. في لندن معرض يهتم بفن الخط العربي والإسلامي، ويعرض أعمالاً لفنانين من مختلف الدول العربية والإسلامية في الشرق الأوسط، ولكنه كذلك يعرض أعمالاً لفنانات عربيات اعتبرت أعمالهن جريئة ومنعت في بلادهن الأصلية. ما هي أهمية عرض أعمال لفنانين عرب وشرق أوسطيين هنا في هذا المعرض في لندن؟ I think the importance for us and actually it's one of the إن أهمية الأمر بالنسبة لنا وأحد أسباب تأسيسنا لصالة عرض في السعودية هو أن فنانات الشرق الأوسط مجهولات في أواسط الفن المعاصر. In the world of contemporary Middle Eastern art. So what the gallery is doing is إننا نحاول من خلال معرضنا تقديم أعمال فنانات من الشرق الأوسط بقدر المستطاع لتعريف الجمهور العالمي عليهن. السبب المهم الآخر هو أننا ننظر إلى الفن العربي وفن الشرق الأوسط بطريقة مغايرة وبعيدة عن أي صور نمطية، وهكذا أتت معظم الأعمال هنا مناقضة للصور النمطية عن أفراد وفن العالم العربي. بأي معنى يعني يتخطون الحواجز ويكسرون التقاليد؟ قد يأتي ذلك عن طريق اعتماد أساليب غربية كالبوب آرت، أو عن طريق رسم المرأة بشكل غير مألوف في الفن الشرقي، أي مثلا في وضعية مثيرة أو باستعمال ألوان زاهية. هذه لوحة لفنانة كويتية شهيرة اسمها شروق أمين. الفنانة تحاول إلقاء الضوء على سرية الحياة الخاصة للفتيات في المجتمع الخليجي المختبئة وراء المحاذير الاجتماعية في تلك المنطقة. ما يثير الاهتمام في هذه الفنانة أنها بعد أن تنتهي من الرسم تطلق النار على لوحتها ببندقية M16. وماذا تعني بهذا بإطلاق النار على لوحاتها؟ هذا يرمز إلى كيفية اغتيال النساء معنويا في تلك المجتمعات من قبل مجتمعهم. وكيف يتقبل يعني الجمهور الغربي أعمال هؤلاء الفنانين العرب أو الشرق أوسطيين؟ في السنوات الماضية لاحظنا اهتماما متزايدا بالفن الشرق أوسطي، وقد بدأ زوار المعرض تواقون للتعرف على هذا الفن، خاصة بعد التطورات والتغيرات على الصعيدين الاجتماعي والسياسي في العالم العربي. فهم يريدون معرفة رأي الفنانات من الأحداث الأخيرة، وتراهم يحاورونهن حول مضمون أعمالهن. أعتقد أن الفن العربي يتزايد شعبية. كانت هذه حلقة أفاق لهذا الأسبوع. انتظرونا الأسبوع القادم.